عليكم، شلونك حبيبي؟ كيف بدك الساعة 2 بالليل؟ يعني جاهز بيع؟ شو تسوي؟ شو تسوي انت؟ بيع شاي ب2؟ وين اهلك؟ شو حاجة طالع ب2؟ شو حاجة طالع ب2؟ كل هذا الوقت تجي؟ تشتغل على باب الله بعد قلبي. سوينا شاي، سوينا والله. الله اكبر على الحكم. في الساعة 2 بالليل بالشارع؟ قرار نقرب المباراة. ابو شلون الشغل ان شاء الله زين؟ لحد ما تعزل؟ ليش بس؟ ثنتين؟ شوية تروح البيت. بعد قلب الله يرحمك ان شاء الله. حبيبي هاي بي ايش ثني؟ خبر عمو هاي يكفي. يا قلبي انت حبيبي الله يرزقك ان شاء الله. انحني لكم إجلالا، أنحني لكم دمرتوا البلد، أنحني لكم نهيتوا العراق. هذا الطفل انتهت، خلصت. ساعة بالثنتين بالليل يبيع شاي حتى يعيش أمه. قرت عينكم. روحوا التقوا برؤساء دول، روحوا قعدوا وياهم، روحوا احكوا عن بطولاتكم، عن نضالكم، عن صومكم، عن صلاتكم. واصلة يا رب تقبل صلاتهم. بعد هذا الفيديو يا رب تقبل صلاة كل مسؤول، كل واحد ايده بهاي الدولة، من رجل دين الى ابو قاط، كل واحد حط نفسه بالسياسة وسبب خراب الدولة. يا رب توفقه، بس تتوفق باللي اللي أقوله بقلبي، لأنه ما راح أقدر أقول اللي بقلبي على القناة. يا ربي أنت تعرف شنو بقلبي. يا ربي شكو مسؤول توفق باللي بقلبي إن شاء الله. هيك ها أشوف يوم إن شاء الله شاشوف شاشوفك مثل ما الله هسه يشوف اللي بقلبي، وأتمنى لك إياه.